بدأنا وعليك توكلنا، فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. أيها الحلو الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي، في يومنا الخامس لهذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي عهد دبي، والدعم المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. انطلاقاتنا مستمرة في هذا الصباح، صباح الأربعاء 11 يناير لسنة 2023. شوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم تعلن انطلاقته، وهو شوط خاص باللقاء يا البكار، بالشعارات يا أصحاب السمو شيوخ. برنامج سباق هذا الصباح يتضمن 16 شوطا موزعة ما بين البكار والجعدان. نتمنى التوفيق للجميع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط واللي قادت المجموعة. من الجانب الآخر أرى هناك الصلف تتقدم في هذه اللحظات بشعار هجر الشحارية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يعلن هذا الانطلاق وهذا التقدم هملوله مع المركز الثاني التابع لهجن العاصفة، لهجن الرياسة عفوا، بمتابعة الظافر علي بن يمين الوهيبي الشاهينية من الجانب الآخر، كذلك بشعار هجن الرئاسة القادم بكل قوة، وانطلاقة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الشاهينية مع المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة، ومتابعة والتقدم وانطلاق محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الشاهينية على مستوى المركز الخامس بهذا الانطلاق المثير بالشعار هجن العاصفة، ومتابعة غياض الهلالي. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس أرى التقدم الانطلاق للشاهينية التابعة لهجن الرئاسة، ومتابعة سالم بن سعيد بن عمان المهيري متابعا منطلقا بتحديات الشاهينية مع المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع، التقدم للسايحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. ولكن اللي وصلت في هذه اللحظات ارى التقدم ايضا مع الشاهينيه شعار هجن الرئاسه، وتقدم سالم بن سعيد بن عمان المهيري من الجانب الاخر، رسلان لهجن الشحانيه فاران بن محمد بن قريع يعلن هذا الانطلاق، وعلى مستوى المركز التاسع تتقدم هملوله التابعه لهجن الرئاسه بقياده علي بن يمين الوهيبي. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، احتياط التابعه لهجن الشحانيه، ومتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، النداء الأول، الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط في هذه الأجواء الغائمة، في هذه الأجواء الرياضية الصباحية الجميلة والرائعة، ومع نسمات الصباح في نعود مع الصدارة. نتابع الصلف، نتابع الصلف، من تقود هذه الجموع؟ وجار الله بن عقيل يسيطر ايضا مع هذا الشعار مع المركز الاول، كذلك ايضا مع المركز العاشر، ياتي بهذا التقدم، ياتي بتحديات الصلف اللي تقود هذه الجموع منذ البدايه بهذا الشعار، شعار هجر الشحانيه القادم من دوله قطر الشقيقه، ومتابعه جار الله بن محمد بن عقيل. غادرنا لوحة الاثنين كيلومترات. من الجانب الاخر الشاهينية، الشاهينية التابعة لهجن الرئاسة، وانطلاقة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازف، من ياتي بهذا الانطلاق، بهذا التقدم، بهذا الاندفاع المثير، ومع المركز الثالث، المركز الثالث القادم الشاهينية كذلك بشعار هجن الرئاسة، يقدمها المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري.
الشاهينية مع المركز الرابع لهجن الرئاسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري يعلن هذا الانطلاق. المركز الرابع تصل رسلان لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري، ومع المركز السادس تاتي أيضا شعار هجن الشحانية بهذا الانطلاق، ومتابعة جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم احتياط مع المركز السادس، ولوحة الإعلان، لوحة التذكير، لوحة الألف والمئتين، والاتجاه السليم، الاتجاه الصحيح إلى خط النهاية. بانت المنصة، بانت الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، والشاهينية تتسلل، تتقدم، تنطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة ومتابعة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. رسلان مع المركز الثاني، الشاهينية من الجانب الآخر مع المركز الثالث، واحتياط قادمة مع المركز الرابع لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل المري يتابع احتياط، ولكن الشاهينية والشعار الحمر من يسيطر على المقدمة. أول الأشواط، أول الانطلاقات، أول التحدي مع هذا السن، سن اللقاية، سن المفاجآت، السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. والشاهينية بدأت تباعد، بدأت بير الشوط، ما شاء الله تبارك الله، طارن اللقاية طارن بهذا التقدم. الشاهينية واحتياط مع المركز الثاني، الشاهينية مع المركز الثالث، الشاهينية هي الأقرب بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع. تتقدم الشاهينية بشعار هجن الرئاسة، يأتي الدعم أيضا مع اختلاف المضمرين، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجر الرئاسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولحظات الوصول إلى خط النهاية. الشاهينية مع المركز الثاني لهجر الرئاسة، احتياط مع المركز الثالث لهجر الشحانية، المركز الرابع الصلفة لهجر الشحانية، المركز الخامس الشاهينية لهجر الرئاسة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، والشاهينية من ظفرت بناموس هذا الشوط، والسلامات لهجن الرئاسة مع هذا الانطلاق المتميز ولحظات الوصول إلى خط النهاية. 7 دقائق 26 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، من قدم الشاهينية بالأداء المتميز. 7 دقائق 27 ثانية، 8 أجزاء من الثانية هو توقيت الشاهينية مع المركز الثاني. تهانينا لسالم بن سعيد بن عمان المهيري اللي وصلت مع المركز الثالث احتياط، توقيتها الزمني 7 دقائق 28 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، تهانينا والناموس للجميع.